مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا الحوار الخاص في مجال الاتصالات. تعد شركة اتصالنا التي تأسست عام 2007 أحدث شركة اتصالات عراقية وطنية لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة وخدمات الانترنت عالي السرعة. ضيفنا هذا اليوم الأستاذ لؤي الملائكة، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالنا عبر العراق. أهلا ومرحبا بك أستاذ لؤي. أهلا وسهلا بكم. شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، لكن بعد هذا التقرير عن شركات الاتصالات في العراق وبالذات شركة اتصالنا ودورها في المجال الاقتصادي أو الخدمي. قطاع الاتصالات في العراق أحد أهم القطاعات الاستثمارية التي لاقت رواجا واسعا بعد عام 2003، إذ أسست العديد من الشركات التي تعنى بهذا المجال. شركة اتصالنا كانت إحدى أهم الشركات التي اعتمدت الحداثة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتقدم المتواصل على صعد الأداء الرئيسة، وهي الإدارة، الوسائل والأجهزة، الإنتاج والخدمات، للوصول إلى قطاع اتصالات كفء ومتطور يتيح للمشترك إمكانية تجاوز الزمان والمكان. هكذا بدأت شركة اتصالنا عبر العراق لتكون أحدث شبكة اتصالات عراقية وطنية لخدمات الاتصالات الثابتة اللاسلكية. تعتمد في عملها وتقديمها خدماتها على نظام متعدد النفاذ بالتقسيم المشفر CDMA، وهو أحد أكثر أنظمة الجيل الثالث نضجاً وكفاءة. وتحديداً فإن خدمات اتصالنا تعمل عبر نظام 2000 CDMA، وهو النظام الأمثل لمشغلي الاتصالات في العالم لما يمتاز به من سعة عالية تتجاوز سعات الأنظمة الرقمية الأخرى بنحو 4 إلى 5 مرات، ولما يوفره من إمكانية نفاذ مجموعة كبيرة من الخدمات اللاسلكية واسعة النطاق وذات كفاءة عالية. وقد استطاعت الشركة توفير أجهزة CDE مدعومة لتمكين المشترك من الوصول إلى الشبكة أو الخدمة الهاتفية الثابتة من دون معاناة. وبغية نشر ثقافة الإنترنت وترويجها، فقد أطلقت شركة اتصالنا عبر العراق خدماتها عبر نظامين، هما إنترنت براحتك X1، وهو نظام مخصص للطلبة والاستخدام اليومي في البيت والأعمال التجارية المحدودة، وهو مثالي للاستفادة من تطبيقات الإنترنت المعتادة من تصفح المواقع الإلكترونية والإخبارية والوصول إلى البريد الإلكتروني، إذ تصل سرعته إلى 150 كيلو بايت في الثانية. إنترنت عالي السرعة EVDO، وهو نظام يمتاز بسرعة تبلغ 3.1 ميجا بايت في الثانية، وهو ينفع في الأعمال الموسعة للمؤسسات والشركات ومستخدمي الإنترنت بكثرة، ومن خلاله يمكن إجراء التحادث المرئي وتحميل البرامج ذات السعات الكبيرة وإجراء البحث والوصول إلى البريد الإلكتروني، فضلاً عن تطبيقات الإنترنت الأخرى. وبذلك أثبتت شركة اتصالنا أن الارتقاء النوعي في الأداء يلقى من المشتركين استحساناً كبيراً ويسهم في تحقيق الغايات الاقتصادية والثقافية والحضارية المنشودة للمجتمع العراقي المعاصر. أهلا بكم من جديد. بداية أحب الترحيب مرة ثانية بحضرتك وأسألك بداية، لماذا اخترت مجال الاتصالات؟ أولا شكرا جزيلا لحضوركم ووجودكم معنا. الاتصالات هو عالم التواصل، من اسمها الاتصالات، تؤسس لتنمية اجتماعية، تنمية اقتصادية. مر العالم بثورة معلوماتية هائلة انتقلت بنا إلى حيز آخر جديد وملؤه التحديات من ناحية والتطورات والقفزات الطبية والاقتصادية والإنسانية. أنا بطبعي اجتماعي وأحب التواصل منذ صغري، وبالتالي هذا كان مجال حقيقي حتى أستطيع من خلاله أن أطور قابلياتي وأصل إلى طاقاتي الكامنة. إضافة إلى ذلك، تؤسس أو تقرب
وتصل بك إلى طموحك بسرعة أكبر. الإنترنت تدعو إلى التواصل وتسهل عملية وصول الإعلام إلى غاياته، وبالتالي وصول المجتمع إلى المعلومة الحقيقية، وبالتالي تسهيل أمر مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، فقربتنا إلى الحقيقة، وهذا شغف من يعني يكمن في داخلي أيضا. طيب هل اختصاص حضرتك في مجال الاتصالات يكمن عن دراسة؟ هي حقيقة خليط من الدراسة والتجارب العملية التي عززت هذا الشغف حقيقة، ووصلتنا إلى شرف الخدمة في بلدنا العراق. طيب خلينا ننتقل بالحديث عن الاستثمار، هل تجد بصورة عامة أن الجو في العراق ملائم للاستثمار؟ مقومات الاستثمار الرئيسية هي ثلاثة. المسألة الرئيسية الأولى هي التشريعات، والسبب أنه بعد 2003 صار عندنا حركات استثمارية جيدة. صحيح. هو تشريعات وخلق مؤسسات وهيئات مستقلة قادرة على يعني تخلق البيئة الاستثمارية أو أسس البيئة الاستثمارية، وتفرض الضوابط التي من شأنها أن تحمي المستهلك ومن شأنها أن تحمي المستثمر نفسه. المقوم الثاني والأساس الثاني هي حماية المستثمر. فالمستثمر عندما يأتي إلى أي دولة أول ما يبحث التشريعات الملائمة، ثانيا قدرة المؤسسات الدولية الحكومية والتشريعية على حماية الاستثمار طويل الأمد بالذات، والقضية الثالثة هي الفهم أو فهم المستثمر لهذه البيئة. فإذا كل الاستثمار تصل إلى نتائجها الربحية استثمارات عموما إذا ما كان هذا الفهم متطور. حقيقة الأمر إحنا كشركة عراقية حديثة بالمقارنة مع زملائنا المشغلين الآخرين أثبتنا هذه الحقيقة، أنه بسبب فهمنا لآلية وديناميكية المجتمع العراقي ومتطلباته وحساسياته أعتقد كنا أسرع بتلبية الحاجة على مستواها التي تليق بالمواطن العراقي. جميل. طيب حضرتك تحدثت عن ثلاث مقومات، هل هذه الثلاث مقومات موجودة في البيئة العراقية من خلال تجربتكم بالعمل في العراق؟ نعم، أنا حقيقة أحب أن أشكر المؤسسات التشريعية والحكومية التي تحاول معنا جاهدين أن نصل إلى هذه البيئة المثالية. مثل ما تعرفين إحنا نؤسس لهذه المرحلة، وعلينا مسؤوليات كمشغلين قطاع خاص ومستثمرين لا تقل أهمية عن أهمية المسؤوليات الملقاة على مؤسسات الدولة. فبالتالي هو حقيقة أمر مشترك نتعاون عليه وطريق نمشي فيه مع بعض للوصول بالعراق إلى هذا. هل نحن اليوم أفضل مما كنا عليه البارحة؟ بدون أي شك، وهذا مبعث إلى الإيجابية. هل وصلنا إلى بيئة استثمارية ملائمة؟ أخشى أنه نحتاج الكثير. هذا سؤال يدور في ذهن الكثيرين. صحيح. ما أستطيع أن أبشر به أنه نحن ماضون بهذا الاتجاه بروح منسجمة مع مؤسسات الدولة. نحتاج الدعم من مؤسسات الدولة حقيقة، ولكن نلتمس فيهم القدرة والرغبة في التعاون على هذا الأساس، ولكن نحن ماضون في هذا الطريق. لم نصل إلى البيئة المثالية التي نبتغيها والتي تليق بالمجتمع العراقي، ولكن الجهود مبذولة من قبل الطرفين في هذا الاتجاه. وأتمنى من إخوان المستثمرين الذين لم يعني يحصلوا على الفرصة في العراق أن وإحنا نعملها يوميا حقيقة أن يتعاملوا معنا ويفهموا من التحديات اللي موجودة على الأرض كي لا يقعوا بالأخطاء اللي وقعنا فيها حقيقة التي تطلبت يعني خسارات في بعض الأحيان أمانة. صحيح. ولكن نحن نتفهم، نحن عراقيون نحن نتفهم هذه المرحلة وحساسيتها وصعوباتها على كل أفراد المجتمع العراقي حكومة قطاع خاص. فلذلك أعتقد علينا أسهل من الاستثمار الخاص.